السلام عليكم خاوتنا، مرحبا بك في صفحة اميني موبيلي. خاوتنا اليوم رانا في البوليدة مدينة الورود، جبناكم انا في طروا اللي جاي في لا ديال تاع البليده، واللي السعر تاعها راح يكون 1,200,000 نيغوسيابل، 1,200,000 نيغوسيابل، اللي ماشي بعيد على ملعب البراكني اللي قريبة. هاوليك ملعب البراكني كما راكم تشوفوا لهنا يا خاوتنا. نروحو نشوفو الان لابارتومون هادي اللي فيها لاسانسور اللي جاية في الويتيام ايطاج، فيها كاميرا سيرفيونس. نروحو نشوفو بسم الله لابارتومون هادي. نبداو ان شاء الله بربي بلا كويزين، بسم الله ما شاء الله. نشوفو لا كويزين، هايليك الله يبارك. ولا كويزين هادي فيها بالكون يطل مباشرة على ملعب البراكني. كما راكم تشوفو هنايا اليوسمبي، صالون كبير متسع ما شاء الله، فيه من فينيتر منا وفيه ان بالكون. ليطل كذلك على ملعب البراكني. لابارتومون هذه خاوتنا فيها 72 متر مربع، وقلنا جايه في الويتيام ايطاج، لاسانسور، كاميرا سيرفيونس. راح نشوفو لي سانيتير امريك خاوتنا، لي سانيتير تاعها ماشي بعيد على المرافق العموميه خاوتنا. او كاين هنا سيام ليسي سونال غاز، هي تحتك سونال غاز، كاين لا ديريكسيون تاع لا ديال راهي تحتك كيف كيف. لا شومبر هادي هي لا شومبر دونفون، الله يبارك ما شاء الله، فيها تاقه كذلك. ونروحو نشوفو لا شومبر بارونتال، هايليك خاوتنا. قلنا ماشي بعيد على المرافق، كل المرافق العمومية موجودة لهنا، يعني منطقة معروفة على كل حال. ولمزيد من الاستفسار والمعلومات الرقم راه موجود في الصفحة. وبارك الله فيكم وربي يحفظكم جميعا.